السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في الدرس الأول من سلسلة دروس المعلومات بالدارجة المغربية. إذا في هذا الدرس هذا إن شاء الله غادي نتعرف عليه لو سيستيم ديكسبلوطاسيون. أول حاجة ما معنى أن سيستيم ديكسبلوطاسيون؟ هو هذا السيستيم اللي خدامين فيه إكس بي سي أن سيستيم ديكسبلوطاسيون، 2000 سيرفيس 2000 ويندوز 2000 سي سيستيم ديكسبلوطاسيون، 95 فيستا 7 كلشي هادو سون دي سيستيم ديكسبلوطاسيون. باغ اكزومبل لي عندهم انستالي عندو ليكس بي، معناه راه عندهم انستالي ان سيستيم ديكسبلوطاسيون سابيل ويندوز اكس بي. هاد هي معنى لو سيستيم ديكسبلوطاسيون، هاد لو سيستيم اللي راكم انستالي عندك في لو بي سي ديالك. كما لاحظوا انا مانستالي عندي ويندوز 7، علاش؟ لانه لا من ناحية لا رابيديتي خفيف، بلو سيكوريزي يعني من ناحية الاختراقات احسن من الاكس بي والفيستا واللي سبقوه، يعني من احسن اننا ديما نتوجهوا لمستجدات ويندوز فيستا. كان فيه بعض المشاكل من ناحية الجرافيزم ثقيل، اذا 7 اعتقد انه يناسب مع جميع لي بي سي، ما عدا الا ما كانش عندك واحد البي سي لي بيرفورمون، انه يكون عنده واحد لا رام اللي مزيانه، واحد لا كار غرافيك مزيانه، لا بالنسبه لا رابيديتي ولا بالنسبه غتلقى لا مانيبيولاسيون ديالو خفيفه وسريعه وطبعا سهله، لانه زادوا فيه بزاف حوايج لي زينين. اذا نتعرفوا ان شاء الله في هذا الدرس الاول على بعض المستجدات، ونتعرفوا ان شاء الله اول حاجه ممكن نتعرفوا عليها الى شلنا واحد لو بي سي وما كناش نعرفو كيفاش نتعاملو معاه. اذا الواجهه هي هذه، واجهه تاع المكتب كنسميوها باللغه العربيه، اللغه الفرنسيه هو لو بيرو، هي هذه الواجهه هذه اللي كنشوفها الان سميتو لو بيرو. هذا البيرو ديالي فيه بزاف تاع الاشياء. طبعا اورديناتور هي كمبيوتر بالنسبه لاكس بي اللي كندو اكس بي. كورباي هي باش كان فين كيكونوا الحوايج اللي سوبريميناهم. هذا ستا نافيغاتور موزيلا فايرفوكس، ستا نافيغاتور بحال انترنت اكسبلورر، بحال يعني ما كاينش هادو دي دوسي. المهم هادو كنسميهم دي زيكون. هادو كلشي غادي نشوفوه ان شاء الله، نطرقوا عليهم وحده بوحده. اذا اول حاجه اشنو خصني نعرف؟ هادي لتحت سميتها لاباغ دو تاش، هذه اللي كنشوفها تحت فيها هاد لي زيكون هادو، في هاد البوطون هادي، فيها الوقت والساعة والشهر، فيها الفوليوم، فيها لا لونغ. اذا اول حاجة نتعرفوا عليها هي الوقت، هنا يعني الساعة والشهر والنهار اللي متعلق بالبي سي نتاعي. الى درنا ان كليك بلاسوري، اذا بلاسوري كاين دو بوطون، كاين كليك دروا على الى كليكيت على كارت هادي، وكاين كليك غوش. دان كليك دروا بوغ باغ اكزومبل بحال اللي راني كنشوزي بيها، نعطي له ان كوموند باغ اكزومبل باغ يشوزي لي، وكليك غوش بحال اللي كنقول له اوكي، بحال اللي كان اكتيفي ديك لا دوموند ديالي. اذا غادي نتعاملوا بالاكثر، يعني هي اللي نتعاملوا معاها هي كليك غوش يعني اليسريه. نكليك هنايا واحد الكليك غادي يطلع لي هاد لا فينيتر، غادي نسميوها فينيتر. عطيني هنايا جودي 24 جونفي 2013، الخميس 24. اذا الا كان عندي باغ اكزومبل الشهر او النهار او العام او الساعة غلط او بغيت نموديفيها، كنجي نكليكي هنا على موديفي لي باغامتر دو لا دات اي لوغ، كليكي عليها ان كليك توجور، نهضرو على كليك غوش، كتطلع لي هاد لا فينيتر، غادي نسميها فينيتر، مطلع لك شي وحده بحال هادي معناها ان طلعت لك ان فينيتر. اوكي، اذا حنا متعودين حنا في المغرب اذا نهضروا بمصطلحات فرنسيه اكثر ما هما انجليزيه، بعض المصطلحات هما بالدارجه وفي نفس الوقت داخلين في اللغه الفرنسيه. اذا هادي فينيتر، الفينيتر هادي شنو فيها؟ كيعطيني دي بوسيبيليتي، يعني كيعطيني دي شوا، كيعطيني انني نختار واش هادو كنسميهم دي موني. باغ اكزومبل هذا موني سان بوتون مي موني،
كنختار هنايا في هاد الثلاثة هادو وشنو باغي انا. الا باغي نشونجي لا دات ايلور راهو عطاني هنايا شونجي لا دات ايلور. اورلوج الا بغيت تشونجي لورلوج باغ اكزومبل ما كنتش في افيشي سات اورلوج ما كنتش في الرباط في كازا بلانكا يعني على حساب لور اللي راك فيه باش الساعة تبدل اوتوماتيكمون من تكون كونيكتي تبدل اوتوماتيكمون يعني بوحدها. الى كنت باغ اكزومبل في اوروبا غادي ندير اوروبا مي في اوروبا، كنت في شي بلاصة اخرى غادي ندير ديك الدولة اللي راني فيها والبيستي نتاعي غادي يبقى يتبدل على حساب ديك الدولة اللي راني فيها. اوكي اذا انا راني في المغرب اذا نخلي كازابلانكا، وهادو كنسميهم دي كاز اكوشي، هادو اللي مربعين هادو كنسميهم دي كاز اكوشي. وهاد الفي معناها كوشي، الى حيدت معناها راه دي كوشي، الى درت الفي يعني تشوفها معناها كوشيت. اذا هادو دي كاز اكوشي، في معناها جي كوشي، الى حيدت لو في معناها جي دي كوشي. اوكي اذا غادي نخليها من دي كوشيا يعني ما بغيتش نبدل بها. حنا اللي غادي باغيينو دابا انا نبدل التوقيت، اذا نمشي شونجي لا دات اي لوغ. فوالا هي عطاني حلي واحد لا فونيتر جديده فيها ريغل لا دات اي لور، كيقول لك واش باغي تريغل لا دات ديالك اي لور بيان سور. اذا نراها 3:39 دقيقه، الى كانت 2:39 باغ اكزومبل ندير فوالا نهبط بهذا السهم هذا الصغير، كانت فايته كانت الربعه نطلع الفوق فوالا. اذا خليها انا 3 راه مريقله باغ اكزومبل. حنا في الشهر حنا 24، ما كنتش في 24 كنا في 18 النهار راه كيتبدل حساب لادات اللي كدير، الشهر عندك هنا فين كتبدلو. اذا كل شيء متاح، فقط دي فليش كتزيد او كتنقص او كتسيليكسيوني النهار اللي راك فيه او الشهر اللي راك فيه. هنايا الساعه بالدقيقه، الا بغيت باغ اكزومبل هنايا كنت باغي تبدل ديريكتومون في الدقيق دير دو كليك هنا غادي تسيليكسيونا الدقائق وتبدل منها فوالا. الا كان لاحظت هنايا كيهبط فوالا وكتنقص، سينو من تكمل دير اوكي. انا ما غاديش ندير اوكي هضرني بدلت راه مريقله. اوكي ابلي بعد ذلك دير ابليكي اوكي. اذا من دير ابليكي اوكي كتلاحظ انه غادي تكون تبدلت الساعه ولا دات ديالك الا كان عندك فيه ان ديفو. اوكي ما يتعلق بلا دات لور اي بيان سور لا دات نتاع البيسي نتاعك، كاين حاجه اخرى في لا بار دو تاش، كاين لو فوليوم. هاد لو فوليوم هو فوليوم نتاع نتاع باغ اكزومبل لي باج انترنيت لي تدخل لهم نتاع الا كنت تسمع شي حاجه كنت تسمع لها في البيسي نتاع قران او موسيقى او اي حاجه كنت تسمع لها غادي الصوت باش تجهد وتنقص هنايا. اذا الى هبط تبقى بارك على البوطون اليسريه وكتبقى هابط او تبقى بارك وتطلع على حساب الصوت انت اللي باغيه. اذا هذا هو الفوليوم، انك غادي تكليكي عليه ان كليك كيطلع هاد لي فينات غادي وتهبط وتطلع كما بغيت. اذا تو سامبلومون زادو هاد البوطون هنايا فاسيلمون باش بلا ما تبقى تمشي للبانو دو كونفيغوراسيون بلا يعني سهله وسهله المانيبيولاسيون ديالها. اشنو كاين اخر عندنا نتلاقاو عندنا باغ اكزومبل هادي ما غاديش نهضروا عليها دابا نتلاقاو لا بار دي لونغ تاعنا. اذا البار دي لونغ نتلاقاو انا الى كليكيت عليها عندي الفرنسيه زائد العربيه. هاد لا بار دي لونغ هادي غادي ناخذك على سبيل المثال، الى بغيت انا بدي نكتب بالعربيه غادي نكليكي هنا غادي نرد العربيه غادي نكتب، بغيت نكتب فرنسيه نكليكي نكتب فرنسيه. اذا كان عندك لغه اخرى، المهم حنا كان المغرب يعني كنعتمدوا على الفرنسيه والمغربي والعربيه اللي كنكتبوا بهم بزاف. اذا وعلى حساب الكلافي عندنا ازيرتي، ازيرتي معناها كيخدم مع قريب من اللغه الفرنسيه. اللي عندهم بلونجلي كيجيهم بامريكا او كيجيهم الدول اللي كيهضروا بلونجلي كيكون عندهم كويرتي كلافي سميتو كويرتي. غادي نهضروا على الكلافي ازيرتي وكلافي كويرتي من بعد. اذا قلت انا بغيت نكتب مي بلا ما نبقى نجي هنا
نقنبرك على اراب ونكتب نبدل عاد ونجي نكليك على فرونسي نو. اذا داروا لنا واحد الراكورسي كنسموه دي راكورسي في لو كلافي، غادي نحل واحد وورد باغ اكزومبل، اوكي نحل واحد دوكيمون وورد فوالا دو كليك، هذا راه طلع لي لا فينيتر نتاع فوالا مايكروسوفت وورد. اذا من بعد ان شاء الله الدروس غادي نتكلموا على الوورد، غادي نشرحوا نتعلموا كيفاش نتعاملوا مع الوورد 2007 ان شاء الله. اذا هنا الا كتبت في الوورد غادي نجي نكتب باغ اكزومبل ماروك بركان، فوالا ماروك بركان، دير لي سباس كبيره فوالا. اذا انا كنكتب باللغه الفرنسيه، الا بغيت نكتب بالعربيه خصني نهبط لهنايا في لا بار دو تاش ونكليكي ونبدل العربيه عاد نكتب باغ اكزومبل المغرب ولا اوكي. اذا هذه باش انا نمشي لا بار دو تاش. مي قلنا انه كان ان راكورسي، كيفاش ندير؟ انا نبقى بارك على الت، الت راه جايه ما بين اسباس، اسباس ديك الطويله في الكلافي ديالك، الت نبقى بارك على الت ونكليكي على شيفت، كليكي على شيفت. شيفت هو واحد السهم طالع راه جاي ما بين داك اللي كيعطيك الماجيسكول ومينيسكول، الماجيسكول نتاع الكلافي داك وما بين الكونترول اللي تحت، هو واحد السهم طالع. اذا كتبقى بارك على الت وتبارك واحد المره على شيفت، غادي نلاحظوا انها تبدل الفرنسي فوالا هي تبدل. الا بغيت نزيد نبدلها مره اخرى كليكي مره اخرى فوالا هي غتبدل. اذا نبقى نكتب باغ اكزومبل راني راه بالعربيه دابا هي ال، انا ما عنديش العربيه هنايا كيبان ليش عنديش العربيه فوالا المهم ماشي مشكل في الكلافيه. هي كتبت المغرب، اذا هي كتبت المغرب بلا ما نهود لتحت ونكليكي على نكليكي على البوطون في لا بار دو تاش نتاع لي لونغ، غير نكليكي على الت شيفت وغادي تبدل لا لونغ. نقد نكتب باغ اكزومبل ندير اونتري نقد نكتب فوالا، نقد نهبط هذاك لتحت ولا ما نردها الفرونسي الت شيفت ونكتب. يعني هذا كنسميهم دي راكورسي كاينين في الكلافي باش يسهلوا علينا الخدمه في العمل تاعنا باش بلا ما نبقاو نمشيو لا باغ دو تاش. اذا هذه عرفنا لا لونغ. باغ اكزومبل كان عندي ان دوسي او فيشي او ايكون كانت عندنا في البيرو ديالنا، قلنا البيرو هو هذا نحن خدامين فيه سطح المكتب، وبغيت نسوبريميه ما عليا الا نكليكي بوطون دروا كندير سوبريمي ندير وي. اذا هو تسوبريمي فين كيمشي؟ كيمشي للكورباي، يعني نقد من بعد نرجعو الور باش انا ما بغيتش نرجعو، غادي نمشي للكورباي وندير بوطون دروا وغادي ندير فيدي كورباي. قال لي راه سته لي زيليمون عندي تما سوبريميتهم، قول له وي باغي نسوبريميهم. اذا هانوني سوبريميتهم. اذا شفنا هاد الحوايج اللي شفناهم في لاباغ دو تاش. باغ اكزومبل جيت للبيسي نتاعي وتلقيت هاد البروبليم هذا، لقيت ان لاباغ دو تاش ديالي هكا. اذا نقول فين عندي المشكل، علاش طلعت؟ اذا هادي ما كانتش مفيرويه، اذا مفيرويه كان فيغويي يدي فيغويي، معناها يعني بحال لي راك درت لها شي قفل، بحال لي بلعتها او حليتها وسديتها. مي حنايا بحال لي درت لها واحد القفل. علاش قلت قفل؟ لانه الفيغوياج ديالها هنايا فيها ان كوشاج، قلنا يعني هضرنا على الكازا كوشي، الا درت الفي فوالا ها هي، معناها كانك كوشيتها معناها انها فيغويا، حيدت لها الفيغوياج هي تقطلها تهبط. اذا فوالا كنلاحظ انني ما نقدش نطلع ونهبط. اذا نعاود كليكي فيغوي فوالا ما نقدش نطلع ونهبط فيها بقى كيما هي. اما الى حيدت الفيغوياج، الفيغوياج كنجيبو تندرو هنايا في لاباغ دو تاش كنحيدو فوالا ونقد نطلع ونهبط كيما باغي. هذاك السهم كي من تقرب من تقرب قرب شويه فوالا هاي غير تقرب يعطيك هذا السهم بحال اللي السهم طالع والسهم هابط، تبقى تهبط انت بارك على البوطون البوطون غوش تبقى بارك عليها فوالا طلعت تهبط كي بغيت. اذا من الاحسن انني نفيرويها فوالا
باش ما نبقاش تطلع وتهبط لباغ دو تجديد. اوكي اذا ان شاء الله ايضا ان شاء الله نشوفو. غادي لاحظوا ان عندنا هنا واحد البوطون سميتها ديماغي، هذا تاع الديماغاج باش انك تكليكي عليها الا بغيت تطفي البي سي ديالك. اذا من الاحسن انك ما تطفيش البوطون اللي كاين في البي سي، الا كان بي سي بورتابل تطلق واحد البوطون الفوق او اليسار او اليمين. بي سي بيرو، بي سي بيرو هو البي سي اللي داك الكبير اللي عنده لونيتي سنترال. البي سي بيرو كيتقسم على زوج، انه عنده ان ايكرون وان اونيتي، ديك اللي كات الصندوق اللي كتسمى ديك الصندوق اللي فيها يعني تدخل فيها الخيوط وكلشي كتسميها ان اونيتي سنترال. هذه كاين لونيتي سنترال وكيكون فيها ليكرون، هذا كنسميو ان بي سي بيرو. اوكي هذاك بي سي بيرو. اما البي سي بورتابل كيكون فيهم الفوق او اليسار، بي سي بيرو كتكون فيه مدوره او الفوق هذاك باش كطفي. اذا من الاحسن ما تطفيوش من تما، لانه هذاك كطفيه سوى الا كان عندك ان بروبليم ماتيريال. بالاحسن باش لا دورابيليتي نتاع الماتيريال ديالك يعني تكون عنده واحد يجي يبقى لك بزاف ما تكفيش من تما، اجي ديماغي وروح دير اريتي ديريكتومون او رو ديماري. الا كنت باغي ترو ديماري كليكي على ديماري، وعندك هنايا في هذا السهم هذا الفلاش كليكي عليها تلقى رو ديماري. يعني الا باغي ترو ديماري لو بي سي ديالك، ولا باغي اريتيه كتكليكي ديريكتومون على اريتي. اشنو نقدو نقولو ايضا على سطح المكتب ديالنا؟ الا شفت هاد لي زيكون او هاد لي دوسي اللي عندي هنايا باغ اكزومبل، شي جاي هنا شي جاي هنا، يعني نقولو باغ اكزومبل ماشي مستفين اوكي، وبغيت انا بان سول كليك نستفهم كان عندي بزاف عليا. الا انا نكليكي في البيرو ديالي بوطون دغوا وكنمشي افيشاج، كنتلقى هنايا اورغانيزي اوتوماتيكمون لي زيكون. لي زيكون هو عنده كلشي هادو دي زيكون، اذا كنكوشي فوالا هما sont bien organisés. J'en suis par exemple. Il y a un problème. Il a besoin de faire comme un coach. Il y a un problème. 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 Il y a l'organisation problème. Il كاين واحد الحاجة أخرى بالنسبة ل هنايا، إلا لاحظت هادو في وهادو داير هنايا عندي مدورين. إذا هادو قلنا مسميتهم هاد الفي اللي كان هاد كيكون في 40 شي مرة كيكون تشوازي، كيكون سميتهم لي كاز أكوشي، وهاد المدورين كيسميتهم لي بوطون راديو. أوكي هادو اللي كيكون فيهم في بحال 40 دي كاز أكوشي، كاز راه باينة أن كاز كاز اكوشي، وهاد المدورين دي بوطون راديو هكا سميه ديالهم. اذا شفنا هاد الطريقه نتاع لوغانيزاسيون. اذا ابري كاين نقدو نكريو دي دوسي بوطون دغوا، مي هادي نقدو غادي نشوفوها في لوغانيزاسيون. نشوفو لوغانيزاسيون دو ترافاي، كيفاش نورغانيزيو الترافاي ديالنا بلي كرياسيون تاع لي دوسي بواحد الطريقه اللي تكون تكون اكبر ما يمكن، باش انها الا شي واحد من بعد يخدم في لو طرافاي ديالك يتلاقى داك لو طرافاي ديالك فاسيل. قد باغ اكزومبل الا كان يقلب على شي دوسيي، يقلب على شي دوكيمون يتلاقاه فاسيلمون، ما يكونش مبعثر الحوايج ديالك كلهم مبعثرين، الخدمه مبعثره. نو هذه صراحه ماشي خدمه. احسن انك تورغانيزي لو طرافاي ديالك باش يكون سهل سامبل، الا شي واحد من بعدك يتلاقى الخدمه فاسيل. باغ اكزومبل كيفاش نديرو؟ بوطون دغوا كندير نوفو دوسيي، دوسي باغ اكزومبل نسميه ماروك. فهاد ماروك هاد الدوسي هذا غادي ندخل. الا بغيت رونومي الدوسي كندير بوطون دروا رونومي فوالا، وكترونومي كيما بغيت. اوكي اذا باغ اكزومبل هاد الدوسي غنسميه ماروك، فهداك ماروك غادي دوسي ماروك غادي نحل ان نوفو دوسي بوطون دغوا نوفو دوسي. غادي نسمي باغ اكزومبل فركان، فركان غادي نحلو، غادي ندير ان نوفو دوسي غادي نسميه زكزل فوالا. اذا فوالا هادي غير واحد النظرة صغيرة، حيت غادي نطرقولها نطرقولها فواحد الدرس بوحدو باش نفهموها.
اذا غادي فاسيلمون غير باش نعرف انه باغ اكزومبل الا بغيت زكزل باغ اكزومبل زكزل هي جامعه زكزل فين غادي تكون؟ تكون في المغرب. فين غادي تكون؟ تكون في دوله المغرب. تكون فين؟ في الجهه الشرقيه اللي هي مدينه بركان. فين؟ زكزل. يعني يعني هذه غير واحد النظره على لي دوسي، يعني عطاتك واحد النظره باش انك تورغانيزي لو ترافاي ديالك، باش الا جا شي واحد من بعد كان باغي باغ اكزومبل يقول فوالا غادي ندير ان دوسي غادي نسميه باغ اكزومبل اف ار اف، باغ اكزومبل فهاد اف تقول له انت راه عندي في اف عندي بزاف تاع لي دوسي، مي هو اش غايقول؟ باغ اكزومبل غايقول خص بغيت شي دوسي متعلقين برا كومين غيوغال زكزل، الو اش غايدير؟ غادي ديريكتومون غيحل يتلقى ماروك، اوي اذا ماروك فوالا كاين بركان فوالا فوالا دوسي. اذا كتخلي اللي من بعدك يتفاسيليتو الخدمه باش يتلقى لي دوسي فاسيلمون. اذا هذه غادي نهضروا عليها في واحد الدرس نتاع لورغانيزاسيون ترافاي ان شاء الله. غادي نسوبريمي هاد لو دوسي وي كما قلنا، نجي نفيدي لو كورباي ديالي. كانت هذه واحد النظره صغيره على سطح المكتب ولا لا باغ دو تاش، اذا نعقلوا هذه لا باغ دو تاش. هاد البوطون بوطون دي ماري، هضرنا على شنو كاين هنا في لا باغ دو تاش، هضرنا على لو بيرو. قبل ما نكمل فقط الا بغيت تبدل سطح المكتب هاد الايماج اللي راكم شايفينها دايره انا هنا في سطح المكتب، ما عليك انا كليكي بوطون دغوا وكتمشي بيرسوناليزي، كتحل لك هاد الفنات هادي دون فوالا، كبرها شويه كتلقى انا عندي هنايا اغيار بلون، هو هذا هو هاد الاريار بلون اللي عندي هنا. باغ اكزومبل بغيت نبدل الاريار بلون، غنكليكي هنا على الاريار بلون، غادي نتلقى لي فوتو عندي هنايا، هادو اجوتيتهم هنايا، هادو انا حطيتهم، هادو من بعد ان شاء الله غادي نحط لكم في السي دي اللي بغا ياخذ هاد لي فوتو، كاين دي فوتو زوينين هنايا فوالا. وكتختار اذا ها هو شفناها المربع كوشي فوالا، اذا راه دابا عرفنا معنى كوشي، تكوشيها الى كوشيتها غادي تبدل، غادي نصغر شويه باش نلاحظ فوالا. اذا غادي نحيد هادي فوالا ونكوشي شي وحده فوالا، نحيد هادي نكوشي هادي هيا تبدلت، نحيد لها الكوشاج نكوشي هادي هيا تبدلت. دونك نلاحظ ان لا فوتو ايماج اللي نكوشيها اذا هي اللي كتولي اريير بلون نتاع البي سي ديالي او تاع البيرو فوالا. ندير هادي باغ اكزومبل فوالا، هنايا كنلاحظ هي اللي ولات لاغيار بلون. اذا ولا بغيت نحيدهم ولا بغيت نشيرشي دي زوطخ لي زيماج اللي باغي نديرهم، كنجي هنايا باركوغيغ باركوغيغ باش تجيب لي جيما لي زيماج اللي راهم عندك في باغي تمشي البيرو اللي راهم عندك ديجا في البيرو او في البلون تاعك تاع الترافاي. اذا شكون عندنا عندي في بي اش وي بي اش قوي. اذا فوالا هاني زد ايماج اخرين، اذا كنشوف دي زيماج 3 دي هادو، اذا كنحيد لا سيليكسيون سيليكسيوني باغ اكزومبل هكا، كنلاحظ انه كيتشونجا على حساب شنو انا كنختار. اذا كانت هذه واحد النظرة صغيرة شفناها على ما يتعلق ب لو بلون ديالي و كومون شونجي لاغيار بلون. اذا غادي نخلي هاد الايماج هادي باغ اكزومبل وندير لها اونغيستري موديفيكاسيون. اوكي مسيليكسيوني كنت مكوشي زوج، اذا خصني نحيد الكوشاج نتاع هادي اللي راه ديجا فوالا هادي باش نكوشي غير وحده فوالا غير هادي اونغيستري موديفيكاسيون وكان نحيد فوالا. اذا راني شونجيت لا فوتو نتاع لاغيار بلون ديالي. واحد النظره اخرى شويه على لي زيكون، هادو لي زيكون الا كانوا كبار ولا كتجي كتصغر دير بوطون دروا كدير تجي هنايا ريزولوسيون تاع ليكرون اللي كتسمى ريزولوسيون تاع ليكرون. اذا كنلاحظ انا عندي هنايا 1024x768، الا بغيت تكبرهم ولا تصغرهم هنايا كطلع ولا تهبط تختار داكشي اللي بغيت دير ابليكي اوكي. اذا انا كنفضل نخدم 1024x768 768 ندير اوكي فوالا سي بيان. اذا كنلاحظ لو بلون ديالي و لي زيكون ديالي في ما كبار ما صغار جايين مزيانين. اذا غادي ننتهيو في هذا الدرس الاول، نكتفيو هنايا.
إذن الدرس الجاي إن شاء الله غادي نهضروا على الأورغانيزاسيون دي دوسي و لي دوني ديالنا. السلام عليكم، نتلاقاو في الدرس الثاني إن شاء الله.